السلام عليكم. شكرا لقناة عبير لمواكبة الملفات اللي كنجيو عليهم المحكمة الاستئناف بالدار البيضاء فيما يخص الملف ديال المهدي اللي سمعنا عليه مؤخرا انه حتى هو وقع عليه نفس يعني تقريب الاحداث على تهاني بناني، انه كان مع الاصدقاء ديالو وانه مشاو لطماغيس فاذا به ما رجعش وما رجعوا اختفى. كاين كل واحد كيقول واش غرق، كل واحد كيقول واش توفى. واش حنايا في المنظور ديالي انا ملي كنجي نشوف كنلقى بان كاين بعض العناصر اللي كتشابه في الملفين، وداك كيطرح واحد الاشكال ديال كيف يعقل ان نفس المنطقه نفس السن تقريبا، يعني مع الاصدقاء اللي كيكونوا يعني ما باغي لك لا شر لا والو، باغي لك الخير، فالناس ما كتشكش. فحنايا بغينا يتعمق البحث باش نوجدوا النقط التقارب اللي كاينه ما بين هاد الملفين وتحقق فيها النيابه العامه، لانه لا يعقل اننا كل شهر شهرين غنوليو واحد مشى مع اصدقاء ديالو فاذا به ما رجعش، وبلا ما يعطيوك لا جوته لا دليل حتى حاجه، خصوصا انهم كيقولوا دارت واحد الخبره. حنايا كحقوقيين وقانونيين ما تعرفوش بهذيك الخبره، حنا خصنا الخبره القضائيه اللي كتكون حضوريه طبقا للفصل 63. اما انك مثلا تهز واحد طريف بحال اللي كانوا داروا للسيده حياه طريف ديال اللحم ومن بعد تقول ما عطاش هو خامج هو هادشي، هادشي راه لا يعقل، لان الخبره في صالح المواطن وهي اجهزه وعند متطوره وحديثه وعندها جميع الوسائل. علاش اللي ما غاديش تستدعي الاطراف قدامها طبقا للقانون؟ علاش حنا عندنا واحد القانون مسطر اللي هو الفصل 63 قانون المسطره المدنيه وحنا تنديروا قانون اخر؟ هذيك الخبره اللي كانت غدار عند الدرك الملكي او لا عند الشرطه العلميه راه خاصهم يستدعيوا الاطراف او لا كيأديوا اليمين باش تكون المصداقيه ديال القرارات ديالهم، لان الخبره راه كتكون في واحد التقرير. فانا ملي سمعت هادشي هكا لوش وحقا ما عيطوش ليهم وما جاوش وهادشي، فتندير نفس الموازات ديال الملف ديال السيده حياه العالمي وتتعتبروا مازال مختلف، لان ما كاينش الدليل القطعي والنهائي بان هذيك النتيجه هي اللي كانت، خصوصا انهم كيقولوا الجوته هذيك ما فيهاش الراس والاخرى حتى هي ما فيهاش الراس، وتخاد هذيك غير اللحم، فينا هما العظام فينا هما كلشي؟ وحنا تنعرفوا بان علاش تم بعد شهرين عاد غنلقاو على هاد الجوته ما غتطلع شي من بعد يومين 10 ايام 15 يوم؟ واش ضروري خصها تطلع من بعد شهرين باش علاش طلعوا غير العظام؟ اي يعني حيت راه كيقولوا راه تكال، واش فهمتيني؟ وحنا ما عندناش مشكل، هما العظام علاش ما كايناش خبره قضائيه؟ هذا باغي الخبره قضائيه حتى ما داروش هما، يدار السيد الوكيل الملك كمدافع عن الحق ديال المجتمع، علاش حنا ولاد الناس غيبقاو يمشيو بحال هكا؟ لا يعقل. فهذا انا هو النظر ديالي. حنا اليوم جينا باش نكملوا في المؤازره ديال السيده حياه العالمي في الملف ديال ابنها المختفي تهامي بناني، ومازالين طالبين بالخبرات ديال التواصل ديال الهواتف. استاذ نرجعوا للملف ديال المهدي، سمعنا الاصدقاء ديالو متناقضين في الكلام، كل واحد تيقول هضره. هو هذوك راه خص النيابه العامه تحقق معاهم بجديه، راه واخا يكونوا هما تيقولوا لا راه صحابو ما يمكن لهمش ياديوه ولا ما يمكنلوش، يمكن تكون عندهم اعتبارات اخرى، حنا ما نقدروش نعرفوا شنو الخبايا ديالهم، يقدروا يكونوا بالاتفاق حيت كاين دي ديسباريسيون فولو، كاين مثلا اختفاء المرغوب فيه، مثلا هو قرر مثلا انه يتختفى وبالتالي يمكن له يحبكوا هذا الملف ومن بعد يقولوا له حنا غتستروا عليك على اساس انك متي، ومن بعد هما ينوض يقول له حتى حنايا دابا شوف من حالنا، حتى حنا صيفط لينا اما شي كونطرا اما شي حاجه هذه، لحقاش انايا راه عندي الملفات ديال اللي كيحركوا ديال بني ملال اللي كان عندهم كياخذوا بلي باك من سلا وكياخذوا بلي باك من طماغيس. وطماغيس فيها الحراقه بزاف. ايوا فينا هي المراقبه؟ هي فيها الحراقه، كيف يعقل ان نخليو حنا هذا الباب مفتوح ديال طماغيس وديال هذه؟ علاش ما نراقبوش ولا مثلا هما يديروا لهم دي بياج؟ حيت حنا كون كنا في دوله واحده اخرى راه البوليس والضباط الشرطه القضائيه هما تيديروا لك لي بياج وتيقول لك عافاك سيدي انا راه بغيت نحرق، وهادي تيصيفط لك شي والد ولا شي بنت ولا شي حاجه من عندهم من الشرطه باش يلقاو عليك القبض بالتلبس، ماشي يخليو هادشي. هما عارفين بان كاين الحراقه وكاين هادشي، وهادشي ما خصوش يبقى مسكوت عليه.
بالنسبه لهذا الملف ديال المهدي واش متطابق مع الملف ديال بناني التهامي بناني؟ كاين فيه بزاف ديال العناصر اللي تارت الشكوك ديالي، خصوصا المكان، خصوصا السن ديال الشباب، طريقه ديال المصاحبه ديالهم للشاب ويرجعوا هما ما رجعوش، الاخبار ديال الوالدين باش انهم جاو خبروهم يعني حتى لا غدا تيقولوا راه واحد الخبر حنا غنقولوا لكم، صيفطوا شي حد اللي يعني كيبغيها بزاف باش ما تكونش تصدم وغادي يقول لها راه السي راه توفى ولا غرب لينا ولا مش تلف لينا. كيفاش تلف ليكم؟ علاش نتوما خرجتيو؟ نتوما ما تخرجوش، كتقولوا صاحبكم ونروح وكتبغيوه وهادي وهادي وبقاو معاه، ياك اللي كيبغي صاحبو كيموت هو وياه، ماشي نخليوه وتيجرو. وديك الساعه، ديك الساعه اللي قلتي وجروا الماء ولا مشى ولا غرق ولا ما باش ليكم، ديك الساعه تعلموا السلطات. علاش ما علمتوش السلطات؟ عاد بقيتوا راجعين عاد هادي ولا قال لك خرج واحد الشاهد تيقول لهم شفتو ملي كان تيغرق؟ كيفاش الشاهد غيشوفو ما شافوش المتر ناجر؟ راه المتر ناجر راه عنده واحد المهنه ديالو، خاصو لابد في اخر اليوم يدير واحد التقرير ويرجعو للشاف ديالو ويقول لي هنا اليوم كانت في هذه الساعه الفلانيه الغارق فلانية وفي الوقت الفلاني كانت الاصابه الفلانيه ودرنا هذه والتدخل ديالنا هاكي كان، ها كان اما بجيتسكي اما بلاباخ اما بريبوي اما بهذا الشيء، فكيف يعقل ان الشاهد غيشوفهم وهذوك اللي مسؤولين خمسه بهم ولا سته ما شافوش؟ اللي متر ناجر قالوا ما كانش. نقدروا نقولوا الاصدقاء ديالو تخلعوا ولا بغاو يطمسوا القضيه ولا كاينه شي كاين شي حاجه؟ لا انا نقدر نقول بان هذا توجه جديد غادي فيه الشباب، الواحد النوع ديال يخرجوا لبرا وانهم يكذبوا على الوالدين ويقولوا بلي ان احنا راه متنا، ويصيفطوا شي حد اللي تيقول احنا بصح مت ومن بعد عاد هما يعاونوهم وهذا الشيء، لان تيقولوا خصنا نصوفيو راسنا، لانك تعرف الدراري دابا كلهم تيقولوا خصنا نصوفيو، وهذاك الصوفي ديالها بهذه الطريقه هذه راه ما خصناش نبقاو سامحين بها، خاصها تحد. واللي بغى يصوفي دابا مع الحكومه الجديده ان شاء الله ما كاين غير العمل وما كاين غير الجديه، وما كاين اللي ما قاريش خصو يقرا، اللي ما عندوش شي مهنه خصو يديرها بلا هاد البسلات هذه ديال الناس كتبقى الوالدين كيتحرقوا بحال هكايا وحنايا كنتفرجوا فيهم ما عندنا ما نديروا. اذا حنا كحقوقيين كنطرحوا هذا الاشكال هذا وكنطلبوا من النيابه العامه انها تاكد في البحث باش نشوفوا علاش كاين تطابق ما بين هاد الملفين. استاذ واش يقدر تكون هذه عصابه وهذوك الشباب يقدروا يكونوا تلقاو شي بعد تهديدات مثلا؟ لا ما يكونوش لقاو التهديدات، هما كيقلبوا على راسهم، الشباب دابا هما كيقلبوا على راسهم، هما كيقول لك انا خصني نقد راسي، خصني نشوف لان كنلقاو والديا ما عندي، ما عندهمش، ما فحالهمش، ما كاين لا سكن لا هذه لا هذه، علاش انا قلت لها انا راه خاصني الملف نقراه؟ انا الملف خاصني نقراه، انا ما نقدرش نقول لك الجزم بشي حاجه الا ما قريتش الملف، فهمتي؟ حيت باش نعرف كاين واحد الحيتيات اللي ما طرحاتهمش الصحافه، اللي ما يمكنش تعرفهم من غير الشخص القانوني اللي كيطرحهم. اما هما استاذه؟ خصني نعرف حنايا كنشوفوا مثلا الملابسات وكنشوفوا المحيط، هذا دابا غنمشي انا غنسولها بزاف الاسئله، نسول الام شخصيا ديال انه وقتاش خرج، شنو قال لك من مورا ما مشى، كيفاش شتي في الملامح ديالو، واش كانت مثلا خدام، واش كان كيقرا، واش شكون اللي كان كيعطيه المصروف، واش انتم عندهم واحد يعني واحد الازمه ماليه، واش كان هو محتاج انه يلقى شي خدمه، واش يعني بزاف الحاجات اللي يمكن لهم يعاونونا في الملف باش اننا نلقاهم. ولكن هما قالوا ان الام تخلت على الملف، فانا بالنسبه لي استغربت لانه ما كاينش خبره قضائيه ما يمكنلكش تخلى على الملف، وانا بعدا كنحيي مدام حياه لانها 14 عام ما تخلاتش على الملف، وفعلا دابا حنايا قلبنا الملف للاختفاء، واخا هما قالوا لنا توفى، واخا السلطات قالوا لنا توفى، كل واحد تيقول اللي بغى، حنا خصنا الدليل والاثبات المادي والعلمي، حتى انا ما قداتهمش الخبره ديال المغرب، عندنا الخبره برا وعندنا اتفاقيات دوليه، عندنا الحق نديروا الخبرات. شكرا استاذ.